دور يا كلام على كيفك دور، خلي بلدنا تعم في النور، ارمي الكلمة في بطن الظلمة تحبل سلمة وتولد نور، تكشف عبنا ويلهلبنا لسعف لسعا هب نثور. دور يا كلام على كيفك دور. إذاعة منزل بوزيان، الصوت الحر. ترى بقى
تأودت أعطاف بانك في يدي وحمر من خفرين ما فداك ودخلت في صوت الحرية والأحرار هي بإذاعة منزل بوزين اف ام. أهلا وسهلا ومرحبا بعزيزينا المستمعين، صباح الخير صباح النور اللي يسمعوا فينا الناس الكل. أنتم على موجات إذاعة منزل بوزين اف ام مع البرنامج الصباحي حلقة ومعاد. اللي ماشي للخدمة ولا اللي ماشي يفلح على روحه، ربي معاكم الناس الكل، ورب إن شاء الله يبعد عليكم سخانة الشمس. ونعرف اللي هو حوالي الطقس ما هيش مريق للتو، ربي إن شاء الله يرحمنا بشوية برد، ورب إن شاء الله الناس الكل يهبط عليهم الصابة ويعطيهم كل خير. أعزائي المستمعين، من وراء الميكروفون باش ترافقكم في الأمسية الصباحية هذه أمل، وباش يكون في الجانب التقني منذر بن جدو سنة جندوزي. العادة أول أنغامنا إن شاء الله نختاروها لكم باش تفيقكم شوي تنشطكم شوي. اليوم باش نخليكم مع النغم روح للسوق عمار. روح من السوق عمار، روح من السوق جاب الهبل غبخ النوق عمار. روح من السوق عمار، روح من السوق عمار، روح من السوق جاب الهبل غبخ النوق عمار. محزوق عمار نوارين لو سيفوتاح، نوارين لو سيفوتاح، وجدت عشقي عليا، وجدت عشقي عليا. من السوق عمار، روح من السوق عمار، روح من السوق جاب الهبل غبخ النوق عمار. روح عمار العريس سيد الدوار، روح عمار العريس سيد الدوار. يا الماني يا الماني رشيك خجلة في الزنار. يا الماني مهما مصاحب ذوق صديد راجل مغوار.
وسعى لي الفوق عمار. روح من السوق عمار، روح من السوق عمار، روح من السوق جنها بالغم عبهدنا. أعزائنا المستمعين، رجعنا لكم. إن شاء الله تكونوا عملتوا جو ربوخ مع الغنية دي. الغنية دي نعرف اللي هي تنشط برشا عباد، ونعرف اللي نحنا في منطقتنا منزل بوزيان معناش برشا جو، لكن نعملوا أكثر جو متاعنا يكون على ربوخ وعلى الجو هذية. إذا كاليش أعزائنا المستمعين، كالعادة باش نبدو أول مصافحتنا معكم مع عناوين الصحف. أعزائي المستمعين، باش نعملوا طلة توا على عناوين صحيفة المغرب اللي هبطت بها نهار أمس. تمخض الجبل فلم يلد شيئا. رشد الغنوشي يؤكد للمغرب الحوار الوطني استنفذ وقته وسيرفع الخلاف إلى المجلس التأسيسي. الغش في البكالوريا، الشجرة التي تخفي الغابات. كما زاد صدرت في جريدة المغرب العناوين هذه. للحد من التهرب الجبائي، التصدي للتجارة الموازية وتغيير التشريع الجبائي وفقا للمعايير الدولية. اصفر محرز الزواري يثير جدلا والداخلية توضح. كما زاد باش نعملوا طلة زاد على عناوين صحيفة الصباح اللي باش تكون اول العناوين فيها اقتصادية. رغم تأكيد الدولة خسائر بالآلاف المليارات، عدم رفع السر البنكي يبقى على الفساد الجبائي. بعد رفض التمديد لرخصتها، مدير عام بريتش غاز يتحدث للصباح. وزاد حتى جريدة الصباح عطت صفحة كاملة لجماعة الباك. أسدل ستار على الدورة الرئيسية للبكالوريا، غابت الرقابة وحظر الغش. القطاع السياسي، تبخر آمال المهنيين في موسم واعد. كالعادة الحوار الوطني ديما هو اللي بيش يكون أهم العناوين اللي بيش تصدر بها الجرائد، منها الحوار الوطني حول الانتخابات وانكسر التوافق. كانت هذه أهم العناوين اللي صدرت بها جريدتي الصباح والمغرب، وتوا بيش نشوفوا أحوال الطقس. سحب قليلة على كامل البلاد وتكون كثيفة ومؤقتا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار، ثم تشمل تدريجيا الشمال الشرقي وجهة الساحل آخر النهار. أما محليا باش تكون الحرارة إن شاء الله تتراوح بين 16 و34 درجة، وسرعة الريح 20 كيلومتر في الساعة، واتجاه الريح باش يكون شرقية. أما غروب الشمس إن شاء الله باش يكون على الساعة 47 دقيقة. أعزائي المستمعين، ما تبعدوش بعيد، خلوكم معنا غم كب الفولارة. أنا راجعين. الفولارة يا البيا، كبي الفولارة يا البيا، كبي الفولارة عالغالي، خرج من هدارة يا البيا. Thank you.
رجعنا لكم أعزائنا المستمعين، ما زلتوا متواصلين على برنامجكم حلقة وميعاد على موجات إذاعة منزل بوزيان صوت الحرية والأحرار. توا وصلنا أعزائنا المستمعين ركن بيش فيدونا. اليوم باش نحكوا على حاجة جديدة، على حاجة نحن عنا منها في منزل بوزيان، وهذيك بريسك تنجم تكون المحرك الرئيسي للمنطقة هذه اللي هو سكة الحديد. اليوم باش نحكوا على سكة التنا، باش نحكوا على شكون اخترعها وكيفاش جاتوا الفكرة هذه. جورج ستيفنسون اللي عاش بين 1781 و 1848 وتعرف اللي هو مؤسس الكيك الحديدية البريطانية، واكتسب المهارات متاعه في إصلاح المحركات والعربات اللي تنقل الفحم الحجري في المناجم، ولقب حتى بطبيب المحرك. وفي النهاية قرر باش ينشئ قاطرة خاصة اشتملت على محرك ثاني الغلاية والنفاثة عام 1814 على اختراعه هذية المسمى بانفجار البخار، وهو الوسيلة اللي تزيد التيار الهوائي في الغلاية وتشتد الحرارة النار وتزيد من الضغط البخار، وكان ناجح جدا. وقتها استطاع أنه ينقل أحمال ثقيلة من الفحم الحجري لسنوات. أما القطار الصاروخي عام 1829 وقد سار بسرعة 48 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة غير مسبوقة. ديما نقولوا اللي هما المخترعين راهو ما يقتصرش اختراعهم على حاجة واحدة، لكن للأسف نحنا حتى اللي باقين نلاحظوا فيه توا، حتى كيف يبدأ أستاذ مثلا متاع مات تلقاه ما يفهم في حتى حاجة أخرى غير المات. لكن المخترعين بكري، وحتى المخترعين نجموا يكونوا قليل توا موجود، لكن الموجودين حتى توا نجم يكون عنده حتى ميولات أخرى ولا طموحات أخرى ولا حتى اختراعات أخرى. باش نحكوا على المخترع هذية، اخترع ستيفنسون برشا حوايج مفيدة أخرى بجانب المحرك هذية، كما المصباح لعمال المناجم والساعة والمنبه، واشتهر بناء الخط السلك الحديدي وتكون درانكتون به بين عامي 1821 و 1825. ومن بعدها قام ببناء خط سكك حديد ليفربول ومانشستر الصعب، حيث استعمل أفكار حول الإنفاق وتمهيد الطرق والجسور وإنشاء خط حديد مستوي. باش نعطيكم شوية فكرة على حياته والمخترع هذية، ولد ستيفنسون في إيلام بالقرب من نيكاسال بإنجلترا، وفي صغره كان يصنع نماذج من المحركات من الطين والعصي.
وساعدته من بعد في تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة متاعه. تمت استشارته حول مشاريع سكك حديدية في كثير من الأقطار، حيث نشر أفكاره حول سلامة وراحة المسافر. ونتيجة للثورة العايدة من المخترعات والقطارات صار محسن، وكانت دراسته الليلية للعاملين وبالتعدين ومكتباته ونوادي الموسيقى والمناطق لاستجمام ومدارس بناء العاملين بتعدين اللي أنشأها في درجة أصالة، ومخترعاته في الأيام وقتها. إذا كان ليش أعزائي المستمعين، المخترع ما لازموش يكون أناني لدرجة اللي هو المكتسبات متاعه ولا الأفكار متاعه ما شاركش بها الناس الأخرين. إذا كان ليش كان المخترع هذية يعلم في الناس الأخرين كيفاش ينجموا يستفادوا من الحوايج اللي اخترعها. إذا كان ليش أعزائي المستمعين، راهي المعلومة ما لازمناش نحجبوها، لازمنا نرافقوا بها الناس ونعاونوا بها بعضنا. خطر أنا كلينا نبدأ عندي معلومة وتتكامل مع المعلومة متاعك، نجم قدم برشا حوايج البشرية. أعزائنا المستمعين، فاصل قصير ونرجع لكم. صوت الحرية والأحرار، هذه إذاعة منزل بوزين اف ام. أعزائنا المستمعين، رجعنا لكم. إن شاء الله تكونوا ما قلقتوش منا. إن شاء الله زادة موجات إذاعة منزل بوزيان ديما تقدم لكم الإضافة وتقدم لكم معلومة اللي تنفعكم. إذاك عليش بهذيا نوصلوا الركن معلومة تهمك. أعزائنا المستمعين، شكون اللي ما عندوش الغش؟ شكون اللي ما يتنرفزش في ساعة؟ شكون اللي نجم يكون حتى نجم يكون ضرب برشا ناس ما غير ما يفيق من الغش متاعو؟ اليوم باش نحكو على الطرق والأساليب اللي تخليك نجم تضبط نفسك وتتحكم في الانفعالات متاعك. أعزائنا المستمعين، ديما تواجهنا برشا حوايج في حياتنا اليومية باش إذا كان نحبو نوصلو بالأخص الأهداف متاعنا، وهذية بالأخص كيف ما يتحققش الوصول الأهداف هذية وما نوصلوش اللي حاجنا بيه. وقتها نجمو نكونو حتى في حياتنا اليومية نجمو نتعرضو لبرشا إحباط وبرشا توتر، ووقتها زادة يتزايد التنافس والتزاحم والصراع، وتسيطر المفاهيم والقيم المادية، وتتراجع القيم الروحية والدينية والأخلاقية، وتتضاعف زادة من وراها متاعب الناس، وتتزيد العدوان وتبادل المشاحنات. وقتها يخلي الأشخاص ينجموا يرموا همومهم على بعضهم، وفي الحالة هذه فإنه الشخص في حاجة كبيرة برشا، ونحن كناس ناس الإنسان عادي خطاء بطبيعته، بحاجة باش نتعلموا كيفاش نضبطوا نفسنا ونتحكموا في الانفعالات متاعنا وتزويدنا بمهارات حل المشكلات والتفاوض. هذيك علاش باش ننجحوا في حياتنا وننجموا انه يتوافق مع النماذج، مع الاختلافات، مع الطباع متاع الناس متاعنا. وهذه الانسان ما ينجمش يحكي مع انسان من غير ما يعرف طبيعته. ما تنجمش انت تحكم على انسان من غير ما الساعه تقراه هو كيفاش وكيفاش طبيعته. ينجم انسان يقبل منك الحاجه هذيك، وثم انسان ما ينجمش يقبل منك الحاجه هذيك. ثم انسان ينجم يعذرك اللي انت في حاله نفسيه تكون ما هيش بيه، وانسان اخر نجم حتى قريب منك، نجم خوك، نجم تكون مرتك، ما تقبلكش في الحاله هذيك، وتنجم في ساحتها هي تغشش. هذيك علاش باش نعطيكم مجموعة من الطرق تنجم حتى تتعلمها بشوي بشوي مع روحك في كل مرة في كل موقف. تحاول بشوي بشوي تهدي روحك وتستعمل الطرق هذه. أول حاجة لازمك تحدد المشكلة الرئيسية، وباش تحصل على المعلومات المتعلقة بها، وباش تعزلها على المشاكل الأخرى الثانوية. إيش معناه؟ مش معناتها عندك مشكلة رئيسية تزيد تركب عليها برشا مشاكل أخرين وتحطهم كلهم فرد بلاص. لا، إذا ما عندك مشكلة صغيرة تتحل في دقائق، وعندك مشكلة كبيرة لازمها شوية تفكير وشوية تمحيص. ذاك عليش لازمك زيادة تحدد أولوياتك، وتحط المشكلة الرئيسية وحدها، وتحط المشاكل الثانوية وحدهم، وتحلهم بشوي بشوي.
وزيادة لازمك تفهم كيفاش أصلا صارت المشكلة هذيك وشنو دورك الحقيقي فيها. تنجم تكون أنت حضرت في المشكلة وأنت مكش المعني، لكن أنت تتغشش أكثر من المعني بالأمر. لازمك الساعة تفهم روحك الشيء هذيك أنت معناتها مقصود به ولا غير مقصود، مش تتغشش من غير حتى سبب. مثلا تعارك هو وولد عمك، تجي أنت في جرته وتعارك وتضرب، مكش فيهم الحكاية أصلا. افهم الساعة وأعرف كيفاش نجم تتدخل في الموضوع ومن بعد اتدخل. وزيادة لازمك تحط النقاط المحتملة اللي تنجم تصير في ذهنك وتدونها وتحط قدامك النقاط الإيجابية والنقاط السلبية وتستبعد الاحتمالات والحلول الضعيفة، بالأخص الحلول اللي ديما تؤدي للضرب وللمشاكل واللي تتفاقم المشكلة. بالعكس لازمك تحدد مثلا كيف تتغشش، ارتاح شوية، ما تتصرفش وقتها التصرف اللي ما حاجتكش به في مخك. تحدد شنو ما الحوايج اللي تنجم تتصرفهم والحوايج اللي ماذا بيك ما تتصرفهمش. وكيف تحط في مخك مجموعة متاع حلول، لازمك تبدأ بأحسن حل وأقل حل أضرار. مثلا إذا كان أنت تعرف روحك اللي أنت فاك اللحظة هذيك باش تغشش وتنجم تعمل تصرف ما هوش باهي، معناتها ريض روحك وقول لا راني نجم نعمل تصرفي نجم يكون باهي ونجم نحل به المشكلة. وزيادة لازمك تتعلم بالباهي اللي أنت كيف تحل مشكلة لابد أنه تضمن مكاسب وخسائر. إيش معناه؟ تنجم إذا كان باش تصير لك مشكلة تنجم تخسر عباد ولا تخسر مواقف ولا تخسر حتى خدمة مقابل اللي أنت تكسب ناس مثلا باهين معاك وناس أصحاب أنت وياهم. بالأخص ماذا بيك تكسب الناس أكثر من اللي تكسب الحوايج المادية. وزيادة لازمك تكون مدرك اللي هو لازمك من الضرورة اللي انت تفتت القوة اللي تتسبب ليك في المشكلة، بمعنى انه تجمع الخصوم ضدك. اش معنى؟ مثلا ما تجيش انت تعاركت انت وفلان تسب العرش الكل، لا تعاركت انت وفلان اسمه فلان الفلاني هذيك اللي انت متعارك انت وياه، مش تجيش تسب العرش الكل، هذيك اكيد باش يعملوا عليك حزب واكيد باش تولي المشكله كبيره وما عادش تنجم تلقى لها حل. وزيادة لازمك تكون على علم بانك اذا كيف تتنجم اللي انت تخترق بالذكاء الروابط اللي عندك منها اللي انت تنجم تنجح وتنجم تحل المشكله الاجزاء وتسهل التعامل معها. مثلا اذا كان الانسان هذيك انت تعاركت انت وياه ويكون مع الانسان هذيك انسان اصحاب انت وياه، نجم تستخدمه لصالحك وتنجم تحل الموقف معناتها بكل بساطة. وزيادة نجم نعطيكم زيادة نصائح باش تساعد أي شخص في المواقف هذية كيفاش يحترم الخصم متاعه ويجنب حتى الاستخدام الألفاظ ولا التلميحات الجارحة، وهذا يساعد برشا في حل المشكلة وعدم تعقيدها. اش معنى؟ ثم ناس تضربها خير من اللي تقولها كلمة خائبة، ذاك علاش ماذا بيك زيادة لازمك تكون لسانك تتحكم فيه. ثم كلام راهو تنجم مثلا صديقك ولا انسان تعرفه يتجاوزها لك وانسان اخر ما يعديها لك شرا، لازمك تكون المواقف متاعك تكون مسلطة على الشخص نفسه وما هيش على الناس المحيطين به. وزيادة كيف تتفاجأ اللي هو الخصم متاعك قاعد يعمل عليك في هجوم وانت مكش مستعد للهذية، وتخلي تركيزك ينصب على الموضوع والمناقشة، لكن خليه شخص الغاضب نفسه. اش معناه؟ معناها لازمك اللي اذا كان هو باش يعمل لك تصرف انت مكش متوقعه لازمك تكون حاضر، مكش معناتها تحكي في حوايج زايده ولا تحكي بالحديث ما هوش مهم. لازمك ديما يكون الاستعداد متاعك حاضر لاي تصرف تنجم يكون باش نجم يسلط عليك عنف مثلا، ولا باش نجم يقول لك كلام انت مثلا قلته له قبل وهو توا باش يحاجك به ولا باش يحكي لك به. لازمك تكون حاضر وتكون الحجج متاعك حاضره في اي وقت.
أعزائنا المستمعين، هذه مجموعة متاع نصائح عطيتها لكم باش تضبطوا النفس وباش تتعلموا كيفاش تنجموا تختاروا المواقف متاعكم، كيفاش تنجم تختار الحوارات متاعكم. لكن أهم كلمة وأهم معلومة لازمني نعطيها لكم، اللي أنت لازمك تتعلم بالباهي، اللي هي المناقشة مع الانفعالات، ما تنجم توصل حتى نتيجة. ونخليكم معنا غم ورجعين. أحلى لحظة في حياتي، خذي الحضرة خذي الأتي، انتي في عيوني سهرانة وانتي في نبضي سلطانة، وانا عاشق انا عاشق يا مولاتي. أحلى لحظة في حياتي، ونهدي لك مليون هدية، وتاج مرصع من همستي، ونكتب لك في كل هدية، نكتب لك في كل هدية، راني عاشق أنا عاشق في مولاتي. كم نحسب خطواتي، واللي يعرضني نحكي له، اللي يعرضني باش نحكي له، راني عاشق انا عاشق في مولاتي. أعزائنا المستمعين، الأغنية هذه نهديها لأمي والكل أم تسمع فينا اليوم. إن شاء الله يا ربي كل الناس الكل نرضيهم مالينا ونرضيهم ماتنا علينا، وربي يخليهم لنا بصحة جيدة. أعزائنا المستمعين، مازلنا متواصلين معاكم مع برنامج حلقة وميعاد في إذاعتكم إذاعة منزل بوزينة فأم، وكل عادة دي ما نخدمه فقرات متاعنا مع فقرة أحكي لي شوية. اليوم باش نحكي لكم حكايه باش تقدروا برشا شنو عندكم وشنو تملكوا. راهي بابسط الحوايج نجموا نخلقوا الفرحه ونجموا نخلقوا السعاده اللي نتمنوها الناس الكل. اليوم باش نحكي لكم حكايه على الفقر والغنى. باش نحكي لكم على قصة راجل غني برشا، هز ولده في رحلة لبلد فقير باش فماش ما ولده يحس بالنعمة اللي هو عايش فيها. يا اخي امشوا ليامات للبلاصة فقيرة، المزرعة يعيش فيها أسرة فقيرة، لكن في طريق العودة بعد ما كملوا الدورة متاعهم، بعد ما كملوا ليامات متاعهم، روح لبي والولد. يا اخي لبي يسأل الولده قال له كيفاش كانت الرحلة؟ قالوا له ليد، قالوا كانت رحلة ممتازة. قالوا لبي كيفاش شريت العيشة مع الفقراء؟ وهل عجبتك ولا؟ قالوا اي عجبتني. قالوا ملخ معناتها خبرني شنية الحوايج اللي تعلمتها في الرحلة هذه. يا اخي قالوا الوليد، قالوا شفت ان نحن نملكوا كلب واحد وهما فقراء يملكوا اربعة، ونحن عنا بركة ماء في وسط الحديقة، وهما عندهم عين ماء كاملة ويشربوا منها اللي يحبوا ويهزوا منها الوقت اللي يحبوا.
وقال له نحن عنا فانوس واحد في الدار، عنا أنبوبة واحدة، أنبوبات في الدار تضوي عليهم وفي الحديقة متاعتهم. قال لهم أما في الحديقة متاعتهم هما عندهم النجوم وعندهم القمرة ديما تضوي عليهم ليلة كاملة. قالوا هما في، قالوا نحن في ساحة دارنا عنا معناتها مساحة صغيرة، وهما عندهم مساحة كبيرة برشا تمتد حد الأفق كامل. قالوا نحن عنا مساحة صغيرة نعيش عليها، وهو مع مساحة تتجاوز الحقول الكل. قالوا نحن عنا خدم يخدموا فينا، وهما يخدموا في بعضهم البعض. قالوا نحن نشروا ماكلتنا، وهما يأكلوا ليزرعوا. ونحن نملكوا حيوط عالية باش تحمينا، وهما عندهم أصدقاء بحذيهم يحموهم. ياخي كان اللبي متاع الوليد هذي ساكت ويسمع فيه برا. وقتها قال الوليد نشكرك يا بابا خاطر وريتني اللي نحن الفقراء. هذاك علاش ماذا بينا كل انسان يبدا في موقعه وفي بلاصته، ويبدا حتى عنده مشاكل يبدا عنده كل شيء يحمد ربي. ثم ناس تحلم باللي عندك، ثم ناس تتمنى صحتك، ثم ناس تتمنى راحه بالك، ثم ناس تتمنى تعيش في الناس اللي عايش بيناتهم انت والناس اللي تحبهم والناس الكل لاباس عليهم بصحتهم جيده. دونك اي حاجه تصير لك في الدنيا تحمد ربي عليها، راهو ثم ناس برشا يتمنوا يكونوا في بلاصتك. وهكا عزيزين المستمعين نكون وصلنا لآخر فقراتنا، وهي فقرة لمسة وفاء. مازلنا متواصلين مع الفنان المحبوب اللي نحبوه الناس الكل، الفنان عبد الحليم حافظ. يا عيوني يا عيوني ذكرتك فين انت وبتعمل فيه يا ظنوني يا أنا حير علي يا عيوني يا عيوني ذكرالك فين انت وبتعمل ايه يا ظنوني يا ظنوني ما تسيبوني مش نار أنا حير علي يا عيوني يا عيوني ايه جرالك من انت وبتعمل ايه يا ظنوني يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير علي لا انا عارف ارتاح وانا تايب دواح لا انا عارف ارتاح لديت سواح لنا عارف أرتاح وأنا تايت سواح. أعزائي المستمعين ما نحبش نحرمكم من الأنغام هذه، لكن هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج حلقة وميعاد لليوم. نخليكم مع النغم الحلوة هذه وما تبدلوش الموجة، خلوكم على موجات إذاعة منزل بوزينة اف ام صوت الحرية والأحرار. تصبح على خير. وسنين وانا دايب شوق وحلي عايز اعرف بس طريق امي وسنين وانا دايب شوق وحلي عايز اعرف بس طريق امي عملا إيه الغربة فيه أكون
يراسلكم بث إذاعتنا إذاعة منزل بوذيان اف ام إذاعة الحرية والأحرار. إذاعتنا إذاعتكم. صغارنا أمانة في دينا في دينا. اللي بيسمع كلمة أهله شو منقله؟ شاطر شاطر. يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله؟ نصائح وإرشادات كلمة أهله شو منقله؟ شاطر شاطر. يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله؟ ما نستنونا كل 15 يوم في برنامج صغارنا أمانة في دينا. على إذاعتكم إذاعة منزل بوزيان اف ام، إذاعة الكبار والصغار. عسلامة ومرحبا بكل مستمعي إذاعة منزل بوزيان، إذاعة الحرية والأحرار. إن شاء الله يومكم أسعد الأيام عبر أثير أمواج إذاعتنا إذاعة الكبار والصغار. أكيد نجدد ترحابي بكل من يسمع فينا ويتابع فينا. حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج صغارنا أمانة في دينا. موضوع حصتنا لليوم هو موضوع حساس برشا، وللأسف الظاهرة هذه ولت متفشية وزادت على حدها عند الصغار، هي ظاهرة الكذب. صغارنا أمانة في دينا، أولادنا في حاجة لنا، في حاجة للتأطير والعناية. راهو الكذب هو عادة غرض ظاهري لدوافع وقوى نفسية تجيز في نفس الفرد، سواء كان الفرد هذايا طفل وإلا كبير. والكذب من الوجهة الفلسفية والتحليلية ما يتسماش كذب إلا إذا توفرت النية والقصد في الموضوع، واللي يذكر أمور علمية ويتوهم عفوا إنها صحيحة هي في الحقيقة خلاف لهذا الكله، على خاطر ما نجمش نعدهم يكذبوا. واللي ينقل خبر على إنه صحيح متوهم الصدق فيه كما يقول ويكون الخبر كاذب، هذا ينطبق عليه القول القول المتعارف عليه وعلى غراره. من أجل هذا قامت في الأوساط الفكرية والاجتماعية والفلسفية دراسات حول استقصار الأخبار. نحن نعرفوا أن الصغير منذ الولادة متاعه يملك استعداد كبير باش يتأثر بكل ما يتصل به، سواء كان من مؤثرات عن طريق التلقين وإلا التقليد. وراو إبعاده على المؤثرات السيئة وتقريبه من المؤثرات الحسنة الصالحة هو الباب الصحيح باش نحاول ندخل الصغير في عالم خالي من الكذب، على خاطره بمنزلة الأساس لعملية التربية بصورة كلية. إذا كان أحسن المربي سواء كان الأب وإلا في المدرسة بناء الأساس هذا، نشأ البناء متين وراسخ، والطفل الحاجة اللي يكتسبها في المرحلة الأولى من عمره يصعب تغييره مستقبل. على الوالدين انهم يتنبهوا للحكاية هذه، على خاطر راهو كل طفل يعد حالة خاصة، وكل موقف للصغير زاد يتعد حالة خاصة. على هذا يلزمنا الراعي فروق الأطفال، التعامل معهم بشكل مناسب في كل موقف مختلف، خاطر نحن اللي نجم نأثروا في صغارنا. وكل ما كنا واعيين أكثر بطبيعة الطفل وحاجته، كل ما نجمنا نخلو السلوكيات الاجتماعية مقبولة عند الناس بقدر كبير. السؤال اللي نجم نطرحوه على الحكاية هذه، شنية الأسباب اللي تخلي الصغير يكذب؟ في الواقع فما برشا أسباب. عنا اضطراب الحياة الأسرية وتفككها وعدم الشعور بالأمان داخلها. كيفاش؟ إذا كان الصغير يعيش في بيئة فيها بهم وديما يتعاركوا، فيها برشا اضطراب في العلاقة بين أفراد العائلة، هنا يتيا الصغير ينجم يتعلم الكذب. عنا زادة الشعور بالنقص، إذا صغيرنا حس أنه مش كيف بقية الصغار ينجم باش كما نقولوا يعوض النقص هذاك، ينجم انه يخير انه يكذب باش يحاول انه يرضي روحه ويخلي روحه كيف بقية الاولاد. التمييز بين الصغار في الدار، اذا كان البو والام يميزوا بين اولادهم، هنا يتنجمك التمييز هذاك يخلي الصغير انه يلتجئ للعملية الكذب. زاد تجنب العقاب، إذا كان الصغير يعمل حاجة ويخاف من أنه يتعاقب، ينجم هنا يتيا زاد يكذب مش حتى ما يتعاقبش. زاد الهروب من المسؤولية من أهم الأسباب. الكذب على سبيل اللعب، الكذب كما قلنا خوف من أنه يتعاقب، وزاد أنه باش يحصل على عطف ومحبة من الكبار، برشا صغار يلتجئوا أنهم يكذبوا. نيتية راو الوالدين إذا كان يحطوا أولادهم في مواقف يضطروا فيها أنهم باش يكذبوا، هنا الطفل يشعر أنه
أرغموه دارهم على أنه يعمل الظاهرة هذه. زاد إذا كان الطفل الصغير نعرفه أنه يتأثر بأي حاجة يعيش فيها، خاصة في السنوات الأولى من عمره. إذا كان الطفل يعيش في بيئة فيها موجود مبالغة في سرد بعض الحكايات، معناها من الوالدين وإلا من أفراد العائلة، نيتية راهو ينجم يقلد العملية هذيك على أساس أنه يشوف أنها حكاية عادية. زاد لجوء الوالدين المبالغة في تنشئة الطفل على الصدق والتضييق عليه والإصرار على أنه يكون صادق 100%، ينجم هنيتية يكون التأثير عكسي ويندفع الطفل إلى الكذب كمحاولة للظهور بالمظهر اللي يطلب به والديه. خلونا نبقوا شوية مع الغناية هذه ومن بعد نرجع نكملوا حصتنا. نرجعوا أعزائي بعد ما كنا مع فصحى غنائية أولى، نعاود نجدد ترحابي بكل من يسمع فينا على إذاعة منزل بوزيان اف ام، إذاعة الحرية والأحرار. أعزائي تنجموا تتبعوا كافة برامجنا على صفحة أو على موقع اليوتيوب، كل البرامج الحصة تلقوها موجودة غادي. زادة تنجموا تتابعونا عن طريق صفحة الفيسبوك راديو منزل بوزيان اف ام، وتنجموا تتصلوا بنا في مقر الإذاعة إذا كان عندكم أي اقتراحات ولا إذا كان عندكم أي تساؤلات. نرجعوا لبرنامجنا، نرجعوا لصغارنا أمانة في دينا، ونرجعوا الموضوعنا لليوم اللي هو موضوع الكذب عند الصغار. احكينا شوية في البداية على شنية مفهوم
مفهوم الكذب هذايا، شنية الأسباب اللي تخلي الصغير يلجأ أنه يكذب. توا نحاولوا نشوفوا شنية أنواع الكذب اللي يعتمدها الصغير. أول حاجة نحب نحكو على الكذب الخيالي. الكذب الخيالي هذا نقصد به إظهار النزعة القيادية ومحاولة انتزاع إعجاب الآخرين. إنه الصغير يحاول إنه يعمل أو إنه يمارس الكذب هذايا باش يوهم إنه يمتلك قوة كافية للردع بالإضافة التعبير عن خياله اللي يستخدمه باش يخلق بطولة وهمية يتمنى إنه الصغير ذاك يكون عليها. لكن البطولة هذيك ما زالت بدائية ومشوشة باعتبار إنه الصغير مازال طفل ومازال صغير في السن، كما إنه ينجم يخلي يعتمد الأسلوب هذايا كوسيلة للتسلية أو تعبير على حلم يقظة تظهر فيه آمال ورغبات ما ينجمش الصغير يفصح عليها بأسلوب واقعي. هنا يتي النجم وخلوها أو نسموها كيما القصص متاع الناس قبل الخيالية اللي يحكوها لنا باش يفرهدونا قبل النوم. الصغير في سن كيما مثلا السن الرابعة النجم تختلط في ذهنه أفكار يصور له خياله أفكار بعيدة على الواقع. ممكن هذا هو سبب شغف الصغار بسماع القصص الأسطورية، هما ما يعرفوش بصراحة واقعية القصص الخرافية، على هذا يحاولوا انهم يعيشوا الاجواء نتاعها ويحاولوا انهم يمارسوها في الواقع. وبرشا محللين يعدوا انه الكذب هذايا هو ضرب من القصص الخيالية والا التأليف، وراو ينجم الكذب الخيالي هذا يكبر عند الصغير ويمثل او يصبح ممثل يجسد الصورة الكاملة بداخله تجسيد كبير، ويمثل النوع هذا من الكذب طفل إذا كان عمره ما يتجاوزش 3 سنين أنه يحاول أنه كل الخيال هذاك يرسخ له أنه الحكاية هذيك صحيحة ويكمل فيها للي يكبر. فما زاد نوع ثاني نسموه الكذب الالتباسي. هنا يتي يلتبس الواقع بغير الواقع، تلتبس الحقيقة بالخرافة ويتداخل الخيال مع الواقع، ويظهر من القصص اللي يسمعها الصغير ومرجع الكثير منه يكون حلم الصغير هذايا. يتصور الطفل نتيجة أحلام حلمها في الليل مثلا أنه يصورها في الواقع، على هذا يلجأ للكذب في الحالات هذه على خاطر الحقيقة هنا يتي تدخل بعضها عنده هو وتعجز الذاكرة متاعه أنها توعبك الحادثة هذيك وإلا بالتفاصيل الكبيرة متاحة. فهنا يتي عقله الصغير يخليه أنه هو وحده يتصور حكاية من عنده ويحاول أنه يحكيها ويقصها على العائلة. النوع الثالث من الكذب هو الكذب الادعائي. هنا يتي صغيرنا يلجأ للنوع هذايا لتعظيم ذاته فيبالغ في صفاته، معناتها باش يحاول أنه يبرز روحه بصورة كبيرة، يحاول أنه يدعي على روحه حاجات هي ما هيش موجودة باش يظهر بشكل محدد الشعور بالنقص. هنا يتي تلقيه يبالغ في اللي موجود عنده، يبالغ في صفات والديه وإلا أقربائه بين أقرانه بهدف الشعور بالمركز وإلا استجابة المؤثرات يتعرض لها في المدرسة وإلا غيرها. هنا يتي نجمه نعطوا مثال، مثلا نراو نجم صغير يدعي أنه مثلا والديه يخدموا خدمة في مركز كبير جيست أنه باش يتفاخر قدام أصحابه أنه عنده شخصية كبيرة. وراهو النوع هذايا نجم نسموه أخطر الأنواع متاع الكذب، على هذا نحاولوا أنه نسرعوا في العلاج وبتفهم الحاجات النفسية اللي يخدمها الكذب ومحاولة إشباحها. خلونا نبقوا مع فاصل غنائي ثاني ومن بعد نرجع نكملوا حصتنا. Yeah.
رجعنا من جديد على إذاعتكم إذاعة الحرية والأحرار. رجعنا مع برنامج صغارنا أمانة في دينا. نجدد ترحابي بكل من يسمع فينا، بكل من يتابع فينا، وكل من يتابع حلقات برنامجنا على موقع اليوتيوب. موضوع حصتنا نذكر أعزائي الكرام هو ظاهرة الكذب عند الصغار. كنا قبل الفاصل نحكو على شنية أنواع الكذب هذية، ونكملوا في الفقرة هذه زادة نكملوا بقية الأنواع. نوصلوا الرابع نوع اللي هو الكذب بغرض الاستحواذ. النوع هذايا الطفل يحاول انه يعامل بقسوة من والديه، يتصف والديه بالرقابة المبالغة ليه. هنيتية نلقوه ديما انه يلجأ باش يحقق الرغبات امتاعه. اذا كان تسأله على اي حاجة موجودة عنده يقول لك انها ما عندوش، يحاول انه يدعي انه ضاعت له حاجة، وإلا هذا الكل ليش باش يحاول انه يستحوذ على أكبر قدر ممكن من الأشياء، على خاطر هنيتية أن السبب النجم يقولوا أنه فقد الثقة في الأقارب متاعه. هنيتية لزمنا نردوا بيننا من نوع هذايا زادة. عنا زادة الكذب الانتقامي، وهنيتية راو صغيرنا بحكم أنه صغير في السن، بحكم أنه ينجم يتأثر بأي حاجة، ينجم يسقط اللوم على شخص يكرهه أو يغير منه. إيش معناها؟ معناها نجم تصير أي حاجة يعملها وعلى خاطره يكره الشخص هذاك وإلا الصغير هذاك، ينجم أنه يكذب ويحط أنه
الصغير هذاك وإلا الشخص هذاك هو اللي عمل الحاجة هذيك. النوع هذايا هو يعتبر أكثر أنواع الكذب خطير، على خاطر هو نسموه كذب مع سبق الإصرار. إش معناها؟ معناها راو الطفل هنيتي يحتاج تفكير وتدبير مسبق، يكون مصحوب بتوتر نفسي بقصد أنه يلحق ضرر بغيره، ينجم تنجم الحاجة هذية تصير بين الأخوة في الأسرة الواحدة بسبب التفرقة في المعاملة بين الأخوة أو بسبب أو في المدرسة بسبب الغيرة. وهنا يلزمنا نردوا بالنا، ويلزم سواء كان المدرسين وإلا الأباء أنهم يحاولوا أنهم يراقبوا الحكايات هذية، ويحاولوا أنه يدرسوا الأسباب هذه. عندنا فما نوع أخير من الكذب، هو الكذب الدفاعي، كذب يستعمله الطفل لأنه خايف من أنه يتعاقب. النوع هذا خاصة تصير في العائلات اللي فيكون فيها نوع من نظام يكون صعيب وإلا عقوبة شديدة. الطفل هنيتية يكذب باش يهرب من العقاب، يحاول أنه يحط التهمة في غيره، خوه وإلا زميله، باش حتى ما يتعاقبش، على خاطر الأباء اللي هنيتية اللي يميلوا أنهم يضربوا صغارهم وإلا يعاقبوهم على أنهم يقولوا الصدق، راهم ينجموا بالطريقة هذه يدفعوهم باش أنهم يكذبوا. وهنيتية ينجم يضطروا أنه الكذب معه وصحبة الغش والخداع، وتنجم هنيتية تخلي الصغير يتعلم برشا حاجات. هذه أعزائي كانت أهم أنواع الكذب اللي نجم تصير عند الصغير. هنيتية راهو يلزمنا برشا حاجات باش نحاولوا أنه نخرجوا صغيرنا من الظاهرة هذه، نحاولوا أنه ننقذوا الصغير مدام هو النجم ونحن نسيروه كما نحبه، مدام احنا النجم أنه نخلوه يمشوا في الثنية الصحيحة اللي نجم يمشي فيها. الحاجة هذه تنجم تكون راهي بضبط من قواعد عامة باش نحفز سلوك إيجابي عند صغيرنا، هو راهو أسلوب تربوي إيجابي يخلي الصغير يشعر بشنية الحاجة الباهية وشنية الحاجة الخايبة من خلال عملية الضبط. هنا يتسرب الطفل معايير المجتمع والقيمة متاعه، يتعلم أنه يحترم الأخرين وحقوقهم. ومن أمور الضبط للأبناء هو تعليمهم وتوجيههم أنه راو الكذب هي من التصرفات المخالفة للشرع وغير المستساغة اجتماعيا. عن زادة التزود بالقيم الدينية من أهم الحاجات اللي يلزم يتعلمها الصغير. البيئة زادة عندها دور كبير اللي تحيط بالصغير، إذا كان بيئة صالحة والناس اللي موجودين فيها صادقين ويكونوا قدوة حسنة، هنا الصغير ينجم يتعلم حاجة باهية. إذا كان العكس أكيد راهو باش يتعلم حاجة خايبة. زادة نحاولوا نعلموا صغيرنا أنه إذا كان اعترف بالخطأ متاعه راهو ما يتعاقبش ويتكافأ كأنه عمل حاجة باهية. نحاولوا نشجع صغيرنا على أنه يقول الحقيقة، نحاولوا أن من نترو في إلساق تهمة الكذب بالطفل الوين، باش ما نخلوش مثلا أنه يألف حكاية أخرى وإلا نخلوه أنه يلجأ إلى الأنواع هذه من الكذب. زادة ما نخلوش صغيرنا يمر الكذبة متاعه هذه على الأهل والمدرسين، علاش؟ على خاطر هذا ينجم يشجعه، ينجم يعطيه الثقة بقدرته على ممارسة الكذب. وزادة أهم حاجتين النجم نحكي عليهم توا هي المساواة بين الأخوة. نحاولوا في ديارنا من ما يزوش بين صغارنا، نحاولوا من ما يزوش بين الوليد والبنية، نحاولوا الكل كيف كيف. إذا كان نعاقبه نعاقبه الكل، وإذا كان نكافئه نكافئه الكل. وراي أهم حاجة أخرى هي تنمية ثقة الطفل بروحه. إذا كان الصغير يحس أنه واثق من روحه برشا، فهنا تأكدوا أنه ينجم يمشي على الثنية الصحيحة. شنيا رأيكم؟ نبقوا توا مع فاصل غنائي مرة أخرى ومن بعد نرجع. जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में सारे सहम नजारे हैं सोए सोए वक्त के धारे हैं और दिल में कोई
कोई सी बातें हैं ओ कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में نرجعوا من جديد نرجعوا على أمواج إذاعة منزل بوزيان FM نرجعوا أعزائي المستمعين ونجدد ترحابي بكل من يسمع فينا نحب نقول رانا نحاولوا في برنامجنا صغارنا أمانة في دينا نحاولوا أن نتناولوا مواضيع تهم الصغير مواضيع اللي تنجم تخلينا نعرفوا كيفاش ننشئوا صغير متاعنا كيفاش نحاولوا أن نأطروه كيفاش نحاولوا أن نخرجوه من برشة حاجات خايبة تنجم تترسخ في ذهنه وتنجم أنها توصله أنه يكون مش باهي وإلا يعمل حاجات خايبة باش نحكي في المساحة هذه ولا في الجزء هذا من حصتنا باش نحكي انه راو الصدق والأمانة باش نواجهوا الظاهرة هذه راو يلزم على البو الام انهم يحاولوا انهم يعلوا من قيمة الصدق هذية والأمانة والإصرار على ضرورة انه الصغير يقول الحق بغض النظر عن العواقب اللي تنجم تصير
إذا على سبيل المثال إذا كان فما حالة تلف أحد الأشياء يعني ولد فسد حاجة في الدار، هنا تيا راي تنجم الأم بحاجة بسيطة عوض ما تضربك الصغيرة ذاك، تنجم تجمع الأم وليدها بحذاها وليداتها الكل، تقولها مراي الحاجة هذية راو أنت إذا كان أتلفت الحاجة هذية فسدتها والحالة هذية بأنك ماكش متعمد راو في حالة الاعتراف هنتي رأيت نجم لهم تسامحوا، وكزادة نجم تشجع أولادها على إنهم يقولوا له حقيقة وما يكذبوش وما يروغوش، وفي حالة قول الحقيقة يلزم لهم تثني على شجاعة الصغير في قول الصدق، وحتى في حالة إنه الصغير عاود الفعل هذيك تنجم لهم رأيت تحط عقاب مخفف بشكل تدريجي وتصر على إنه أهم قيمة في الحياة الاجتماعية وفي حياة الصغير هي الصدق. الآباء يلزمهم يقدموا نموذج باهي باش الصغير يقول الحقيقة، الالتزام طوال الوقت بقول الحقيقة هذيك، زاد مثلا البول الأم وعدوا الصغار إنهم باش يعملوا بهم محواسة مثلا في جردة، وإلا إذا كان البول الأم وعدوا الصغار بك الحكاية هذيك ومنفذوا هيش، هنا الصغير راو مخه شنو مخه صغير، يعني نجم أبسط حاجة تشد في مخه نجم يقول لك يعني كيما هما عملوا الحكاية هذيك ومنفذوا هيش وما صار حتى شيء، يعني حتى ناراني نجم نعمل هكاك، معناها راهو اللي يعملوا الوالدين يحطوا في بالهم انه الصغير هذاك يتأثر بها، لو كلزم كيما هما يحبوا صغيرهم انه يكون صادق وصريح وواضح، يحاولوا هما انهم في حاجات بسيطة عند الصغار تنجم تكبر وتنجم تتسبب حاجات خايبة، يحاولوا انهم يكونوا صريحين وصادقين معهم. هنا يلزمهم يتحلوا بحكمة في توضيح الفارق بين قول الصدق وعدم اللياقة في الحديث، بين قوسين سامحوني في الكلمة، قلة التربية وإلا الكلام الزايد وإلا يجي باش يحكي على صاحبه وإلا على جاره بحاجة خايبة، يحاولوا هنيتية إنهم يفهموهم إنه راو صحيح الصغير مطالب إنه يقول حاجة صحيحة، لكنه زاد راو من غير ما يجرح مشاعر الآخرين، يلزمه يعرف إنه السبب إنه المهم إنه يعرف إنه السبب وراء الكذب هذاك، على خاطر في حالة معرفة السبب النجم ونحن تفادوا الشيء هذا مرة أخرى، بمعنى إذا كان السبب طمع في الاهتمام ينجموا الآباء يشرعوا أولادهم بأنهم يهتموا بهم بالحق، وهنايتية ما يتظاهروش مثلا بالمرض وإلا بأي حاجة أخرى باش حتى أنهم يكلبوا ولا لهم يمارسوا الاهتمام هذايا. نحن نعرفوا أنه في سن ما قبل الدراسة في أغلب يكون كذب الصغير خيالي، معنى أنه يحكي عن زيارة ملاهي وإلا عن حاجة أخرى، الحالة هذه يوضح الأباء أنه فما فرق بين الأمنية والحقيقة، معناها فما فرق بين أنك أنت تحب تعملك الحاجة ذيك وإلا أنك أنت عملتها. هنيتية دور الوالدين باش يفهموا صغارهم الحاجة هذه. نبقى مع فاصل أخير ومن بعد نرجع نكملوا حصتنا.
وصلنا أعزائي توا الفقرتنا الأخيرة من برنامجكم صغارنا أمانة في دينا. نجدد ترحابي مرة أخرى بكل من يتابع فينا على موقع اليوتيوب وكل من يتابع في برامج إذاعة منزل بوزيان سواء كان برنامجنا هذا وإلا بقية برامجنا. نحاول أعزائي نحن كل مرة أن نتناول لكم موضوع يهم وليداتنا، يهم الصغيرات هذوما اللي يلزم ننشئوهم نشأة باهية، اللي يلزم نعلموهم بين الصحيح والغلط. واليوم خيرنا أن نحكو على الكذب اللي هي بصراحة ولت ظاهرة موجودة عند الصغار برشا. هنا يتي كنا نحكو على شنو يلزم الوالدين يعملوا باش حتى انهم يتفادوا الظاهرة هذه عند الصغار. نجم نكملوا في الموضوع هذا، راو الوالدين كي يوضحوا عواقب الكذب الأخلاقية للصغير وانه الكذب ينجم يتسبب في عدم تصديق الناس لهم حتى في اللحظات اللي يقول فيها الصدق. هنا يتي راي مهمة برشا. اش معناها؟ معناها راهو الصغير مثلا اذا تعود على الكذب وعرفوه العبيد انه يكذب، اذا كان يجي يوصل مرة انه باش يحكي حاجة صحيحة وهو معروف انه ماهوش كلامه ماهوش صحيح، راهو مستحيل انه الاخرين يصدقوه. على هذا يلزمنا حتى كي نوصفوا الصغير بالصفة هذه نحاولوا انه نوصفوها بصفة معينة، نحاولوا انه ما نخلوش شكل الحاجة ذيك تكون حاجة كبيرة في مخه. اسلوب العقاب يعتبر من الاساليب الخاطئة في عملية التربية العامة، على خاطر راهو العقاب يولد الخوف عند الاجيال الناشئة، والخوف يتبع هو اللي يدفع بهم انهم باش يكذبوا. التسامح ومعالجة اكثر المشاكل العائلية بهدوء وعدم اللجوء الى الضرب في حال ارتكاب الأولاد بعض الأخطاء، هنا راهو ينجم يشجع الصغير على قول الحقيقة أو على عدم اعتماد الكذب. مثلا ولدك عمل حاجة خايبة، إذا كان أنت تسامحه، إذا كان أنت تحكي معاه وتفهمه أن راهي الحكاية هذيك ما تجيش وإلا راهي الحكاية هذيك راهي خايبة، هنا ينجم الصغير أنه أي حاجة يعملها يقولها. لكن إذا كان أنت من غير ما تسمعه ومن غير ما تفهمه ومن غير ما تبين له أن الحاجة هذيك خايبة وإلا غلطة، راهو ينجم الخوف وإلا من العقاب اللي أنت سلطته عليه ينجم هو أنه يولي يخير أنه يكذب على أنه يقول الحقيقة. الأهل زادة ما يلزمش يكذبوا قدام أولادهم، ما يلزموش زادة يقصوا حكايات ما هيش صحيحة وإلا يوعدوهم بحاجات وما ينفذوهاش، خاطر الصغير ينجم يشد الحاجة هذيك وينجم إذا كان باش يعاقبه إلا باش يحكي له باباه ولا أمه على علاش كذبت ولا علاش ما عملتش، ينجم يقول له هاك أنت مثلا وعدتني بك الحاجة هذيك وما نفذتهاش. استخدام عقوبة خفيفة باش التقليل أو القضاء على السلوك السيء، نحاولوا إن من الأول خاصة إذا كان صغيرنا هذه أول مرة يعمل فيها غلطة ولا أول مرة يكذب نحاولوا إنه نسلطوا عقوبة صحيح، لكن نحاولوا إنه العقوبة هذيك ما تخليش الصغير يأخذ في كما نحن نقوله يأخذ في قلبه ويولي يحاول إنه مام حتى يعمل رد فعل وينجم يكون رد فعل هذاك غلط وكبير. يلزم الصغير يحس بالصدق وباش يجلب النفع ليه ويحاول انه ينقص من ارتكاب الاخطاء. زاد نحاولوا ان نشفوا حاجات الطفل بقدر المستطاع والعمل على انه يوجه الى الايمان بقول الحق وتوجيه سلوكه نحو الامور اللي تصير في قدراته الطبيعية اللي تخليه يحس بالسعادة والراحة. هنا أعزائي هذا كان موضوعنا لليوم اللي هو الكذب عند الصغار. نحن نحاولوا أن نشوفوا شنية الحاجات اللي تنجم تمس صغيرنا بصفة مباشرة واللي تنجم تأثر فيه وتأثر في سلوكه وتأثر حتى في حياته سواء كان حياته العائلية وإلا حياته الاجتماعية. نحاولوا أنه ننشئ صغيرنا نشأة باهية، نشأة صادقة، نشأة تكون صحيحة وعلى قواعد صحيحة. هذاك علاش خيرنا أن نحكو في مواضيع نجم تكون هي راي حساسة بعض الشيء، لكن ما يسالش نحاولوا ندرسوا الحالات هذيك ونحاولوا نشوفوا شنية أسبابها شنية عواقبها وكيفاش نجموا نتخلصوا منها خاصة عند الصغار اللي نجموا يتصلحوا. هكا أعزائي نكون وصلنا لنهاية حصتنا، ما بقى لي كان باش نقول لكم إن شاء الله نتقابلوا المرة الجاية في موضوع جديد من يخص صغارنا في صغارنا أمانة في دينا. شكر كبير لكل من الفريق التقني اللي أمن الحصة هذه، شكر أكبر لكل من يتابع فينا ولكل من يتابع برامج إذاعتنا. صغارنا أمانة في دينا.
بيسمع كلمة أهله وشو منقله شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله نصائح وإرشادات كلمة أهله شو منقله شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله ما لستنونا كل 15 يوم في برنامج صغارنا أمانة في دينا على إذاعتكم إذاعة منزل بوزيان اف ام إذاعة الكبار والصغار من صغري وانا نحلم باش ناخذ حقي في التعبير وتوا مع إذاعة منزل بوزيان اف ام الحلم ولا حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه احنا قلنا في الكلام الصور المبدأة والحروف المقطعة كلام كثير في كل صورة لكن لا مانع أننا ندي بس حاجة خفيفة كده. أولا ناس يظنوا أن طه اسمه من أسماء الرسول ناس يقول ده طه دي زي ألف ولام طا وها وبرضو ياسين يا وإيه وسين زي حا ومين هي حروف برضو مقطعة صادفت اسما من الأسماء لأن مثلا كلمة نون حرف ولا مش حرف أهي وبدأت بها سورة نون والقلم وما يسطرون صاد حرف ولا مش حرف صاد والقرآن الإيه الذكر قاف والقرآن المجيد الله طب أهي قاف وإن كانت اسما لحرف من الحروف إلا أن فيه مسمى ثاني جبل اسمه جبل قاف فصادفت حرف له إيه مسمى في شيء نون وزنون إذ ذهب مغاضبا الحوت يعني الله إذن فمرة يأتي الحرف المقطع ويوافق أنه له إيه أنه له اسم يبقى إذن هل هو طه ما أنزلنا عليك المراد به النبي قال لك برضه هيتمشي لأنه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين لكن هي حروف مقطعة صادفت أنها اسم من أسماء مين؟ من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بقى مفارقة وهي طاء وهاء الاسم لهذا الصوت طاء وهاء والاسم لياسين ياء ما قالش هنا ايه طاء ه هاء زي ما الف الف لام ميم بل حذف الايه الهمزه قال لك محذوفه الهمزه فيه هي طاء وها ويا وحا ميم حا ما قالش حاء ميم يعني اذا اسم الحرف حاء لما جابه قال ايه حا بس الف لام ميم ماشية طيب وألف لام را ما قالش إيه راء ما قالش طاء هاء زي ما ألف ألف ولام يبقى إذن برضو دليل على إيه قال لك لأنهم كانوا يستسكلون الهمز فمشت أو لذلك يقول لك إيه بئر يخففوها يقولوا إيه بير ذئب يخففوها يقولوا إيه ذيب فدي الحرف ده طاء فيأخذها كده من غير الإيه من غير الهمزة احنا قلنا زمان ان فيه مخالفة في فواتح السور بالحروف المقطعة وبين آيات القرآن الأخرى هذه المخالفة ان القرآن كله مبني على الوصل معنى مبني على الوصل يعني ايه زي الآيات اللي كنا بنقرأها ايه ومن دونهما جنتان فبأي آلاء واللي قلنا ومن دونهما جنتان وبعدين قلنا فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي الله مش مبني على الوقف إنما لك أن تقف إن وقفت أقف إنما هي مبنية على إيه ولذلك كل المصاحف تبني على الإيه على الوصف. طب إذا كان هذا في الآيات طب السور في آخر السور آخر السور مثلا أو جت هنا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا كان يقول كده إنما قال لا ركزا بسم الله الرحمن الرحيم يبقى حتى آخر السورة إيه؟ يبقى موصول بمين يبقى القرآن كله مبني على الإيه على الوصل. طيب ما دام القرآن كله مبني على الوصل كان الأصول في ألف تبقى تقول ألف لام ميم أنت قلت ألف وقفت ولام وقفت ميم وقفت يبقى القرآن اللي مبني على الوصل في كل جمله وكل آياته وكل سورة تيجي بفواتح السورة وتبنيها على الإيه علشان مهش ميكانيكا بقى ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تقولوا اللي يقرأ حرف يبقى له ثواب قد كده ولا تقولوا ألف لام ميم حرف وإنما ألف ولام وميم يبقى لها استقلال في الذات فحب يبين الاستقلال الذاتي فجعلها كلها على الإيه على الوقف وبقية القرآن على مين بقية القرآن على الوصل في الآيات وفي السور قال لك برضو على الوصل في الآيات بل هو قرآن مجيد في لوح الإيه محفوظ بسم الله ما قالش محفوظ يقول بسم الله لا طب أكثر من كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولا والناس الله طب ده آخر القرآن خلاص هو هيتكلم تاني يقول إيه أم قال ليدلك على أن كلمة من الجنة والناس دائرة وموصولة بقولك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وشهد الدورة ما فيش ما ينزلش القرآن عن بعضه أبدا في آخر الآيات طيب سلمنا آخر السور سلمنا طب وآخر القرآن خالص ده انتهينا من الحكاية ما وقفش ليه أم قال لك لا علشان بيقولك اوعى تكفه برضو إيه اعملها على أنها إيه على أنها وصل وقل بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما معنى الشقاء الشقاء هو التعب والنصب والكد فالله ينفي عن رسوله أنه أنزل عليه القرآن ليشقى ثم تبقى المقابل إيه ده أنزل عليك القرآن لتسعد أولا تسعد بالاصطفاء إنك أنت كنت أهل لأن ينزل عليك القرآن ولتسعد بأنك ستحمل نفسك أولا على منهج الحق فيه تفعل الخير كله وتفعل الشر يبقى دي سعادة ثم الكلمة التشقى دي جت إزاي أم قال لك ده كلام الكفار أبو جهل هو المطعم بن عدي والنضر بن الحارس والوليد بن المغيرة راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد انت اشقيت نفسك بالحكاية اللي انت عاملها دي قال انما بعثت رحمة للعالمين واللي بعث رحمة للعالمين ده يبقى عشان يشقى ده بالعكس ده انا عايز اسعد علشان الكل يسعد طب هم جابوا تشقى دي ازاي من ايه اما لك ايه لان المؤمن لو نظر إلى أن منهج الله الذي يحمله القرآن حيتدخل في إرادته واختياره ويقول له افعل هذه ولا تفعل هذه يبقى حيقف أمام شهواته ولا لا يحب يفعل دي القرآن وما تفعلهاش يحب ما يفعلش دي يقول القرآن افعلها يبقى ضد مرادات الاختيار ولا لا الشيء إذا جاء ضد مرادات الاختيار يتعب ولا ما يتعبش هو يتعب بس يتعب مين اللي عزل الوسيلة عن الغاية إنما اللي عارف أنني لما بتعب نفسي دلوقتي حسعد تعدين يبقى ما يفعل زي الولد اللي قاعد يذاكر وعمال ماما في عينيه ويعمل ومش عارف إيه مستحضر إيه مستحضر النجاح يبقى إذن الشقاء بيجي من إيه من إنك أنت تعزل الوسيلة عن الغاية لكن إذا قرنت الوسيلة بالغاية
تبقى انت تسعد ولا لا؟ ده الواحد منا وهو تلميذ لما كان يبقى فاهم الدرس ولا الامتحان قرب ويمسك الكتاب وياكل لقمه، يجي مثلا ام الواحد تاخد الكتاب منه تحطه عشان يخلص اكل الاول، يقوم هو برضه ياخد بتاعه. ليه عمل كده؟ ومستحضر الايه؟ مستحضر الغايه. يبقى اذا المشقه ما تجيش الا اذا عزلت الوسيله عن كان الغايه، تبقى المشقه هنا ايه؟ تيجي. هم بيعزلوا الوسيله. طب وتشقى؟ قال لك يا اخي احنا ما احنا اهو عايشين متمتعين وبنعبد الهه ملهاش مطالب عندنا. الاحجار قالت لهم ايه؟ اعملوا ايه وما تعملوش ايه؟ ثم هم دايرين على حد شعرهم، يبقى دين كويس ده ولا لا؟ يبقى مدوا لنفسهم راحتها، وانت ليه تعب نفسك تقولك لا دي بلاش ودي دي؟ يبقى تشقى ولا ما تشقاش؟ يبقى هم فينا عرفهم انه ايه؟ يشقى. فقال لا، هم مغفلين، احنا ما انزلنا عليك القران لتشقى، او لان فيه اي امر اخر يشقيه، وهو تعرضه لصناديد قريش العتاة، ويقعدوا يهزقوا فيه ويقعدوا يؤذوه ويسلطوا عليه السفهاء ويرموه بالحجاره ويشتمهم ويعملوا، الله بيشقي نفسه في المتاعب دي. قال برضه يجي نقول له برضه دي مردوده. ليه؟ لانني ما اعطيتك لتشقى معهم، انا اعطيتك لتبلغ بس ولا تتعبش نفسك. ولذلك يكرر هذا المعنى، يقول له ايه مثلا هناك؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انت ليه بتهلك نفسك؟ ما يامنوا ولا ما يامنوش؟ انت عليك بس ايه؟ بس عليك. فلعلك باخع نفسك على ايه؟ على الا يكونوا مؤمنين. هو انا عزز علي انهم يبقوا مؤمنين؟ ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين، ان كنت عايزهم ما حدش يقدر ياخدهم مني، انما انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب تجيني وهي تملك الا تجيئني. يبقى ادي اللي انا عايزه، اللي عايز من عبادي انهم يجوني وهم مالكين انهم ما ايه؟ اما ما يجونيش. ولذلك ضربنا المثل ولله المثل الاعلى بان رجل عنده عبدين، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ربطه في حبل لانه بيجري شرود، يقول له يا سعد، وسعيد من ساب من غير حبل. لما يستجيبوا الاثنين ويجوا يبقى من هو اللي محترم الامر. كذلك ربنا يقول انت مختار في ان تؤمن بي او لا تؤمن، لكن انا عايز اللي يجي لي مؤمنا بي وهو قادر على ان لا يؤمن. يبقى اذا انت بتجيني وانت ايه؟ انت بتجيني لاني امر وأنت مختار، مش لأن آسر وأنت مأسور، لا، فأنت حر. يبقى ما أنزلنا عليك القرآن لإيه؟ لتشقى. ولذلك قلنا زمان إن بعض الناس يقعدوا يمسكهم يقول لك رسول الله بيغلط وربنا بيصوب له، نقول له أولا ما دام هو بيغلط وربنا بيصوب له، طب وأنت مالك بقى؟ أنا بحسب أنت اللي بتصوب له. ها؟ طب ومين اللي قال لك ان هو غلط وربنا صوب له؟ هو اللي قال له. طب تحمدها له دي ولا تقول؟ طب انت كنت وياه بقى، طب ما كان يقدر يعني يداريها دي؟ طب ده دي دلت على قوه ايه؟ امانته في التبليغ. نعم، يقول له عفى الله عنك لما اذنت له، مع ان الحكم ما تغيرش ولا اي حاجه، انما هو اللي يقولها برضه. ليه؟ لان مين اللي بيربيه؟ الله. هو في استنكاف ان ربنا يربيه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع حدا لهذا، فيقول انما انا بشر يرد علي يعني من الحق فاقول انا لست كاحدكم، ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. هناك بقى يقول لك ايه؟ ازاي النبي يجي له ابن ام مكتوم ويعبس في وشه وربنا قاعد يعاتبه ويتكلم ويعبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتزكى، ويقعدوا يضخموا فيها قوي. نقول له طب نمسك بالعقل كده نفصص الحكايه دي. ابن ام مكتوم مؤمن وجاي يستفهم عن حاجه، اذا فالكلام معه ميسور وسهل ولا مش سهل؟ ودكهم عندهم لدد وعمالين يجادلوا وينزلوا ويطلعوا والنبي مفضل دول عندي، يبقى بيختار لنفسه المتعب ولا المريح؟ يبقى ربنا بيعاتبه يقول له انت ليه بتختار لنفسك المتعب دي؟ يبقى العتاب له ولا عليه؟ يبقى لصالحه. نعم. طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى، وانما انزلناه لتسعد وترحم وترحم غيرك.
المهم ايه ما دام الليل تشقى انزلته ايه بقى كانه يقول وما انزلته الا تذكره لمن يخشى. ما انزلنا عليك القران لتشقى امال انزلته ليه يا ربي؟ تذكره اي تذكيرا، تذكيرا لمن ايه؟ لمن يخشى. الخشيه ايه هي؟ خوف بمهابه، في خوف بغير مهابه، انما الخشيه خوف ايه؟ أنت تخشى هذا تخاف إنما إيه؟ بمهابة. إلا تذكرة أي إلا إيه؟ لا تذكيرا لمن إيه؟ من يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا يعني إنا أنزلناه إيه؟ تنزيلا. تنزيل مصدر يعني. إحنا قلنا زمان إن الآيات الكلام الخاص بنزول القرآن مرة أقول أنزلنا ومرة أقول نزلنا ومرة أقول نزل به الروح الأمين. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر خير من ألف شهر. ما قالش تنزل الملائكة، يبقى في أنزلنا وفي نزل وفي تنزل وفي نزل كل دي نقول لأن القرآن أخذ أدوار كان في اللوح المحفوظ. وأراد الله أن يباشر القرآن مهمته في الوجود فأنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. يبقى من اللي أنزل؟ أنزله الله. وبعدين تيجي الحوادث فينزل الملك منه بالآيات على قدر هذه الحوادث، يبقى إيه؟ تنزل. وبعد ذلك اللي نزل بالآيات دي نزل به الروح الأمين، وبالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ وبالحق نزل. يبقى كلها النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وبعدين كل ما يتعلق بدي ينزل من السماء الدنيا على حسب مدار الإيه البعثة كلها، كل حدثة تيجي ينزل منها جزء إيه من الإيه من القرآن. تنزيل من مين؟ قال لك ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إيه وجه الاستدلال؟ إيه يعني من خلق الأرض والسماوات العلى؟ الأرض والسماوات دي مخلوقة لتستقبل الإنسان، والشمس والقمر والنجوم والريح والمي، يعني قبل ما يخلق الإنسان إيه أعد له الإيه الكون، ولما أعد للكون جاء الإنسان فطرأ على معد له. لما طرأ على معد له كان يجب عليه إنه ساعة ما يشوف الأشياء دي يقول لك كلها أفلاك لا قدرة لي عليها، يعني أنا ما أقدرش أوصل للشمس عشان أولعها ولا للنجوم عشان أحطها كده وتجري ومش عارف إيه ولا على الهواء عشان أنفخ فيه وارتاح. ما كانش ممكن إنك أنت تبحث بعقلك مين اللي عمل الحاجات دي. كان لازم العقل يقف يقول مين اللي عمل لي الحاجات دي اللي أنا ما أقدرش حتى أوصل لها ولا قدرة لي عليها. كان يجب إن أنا أعرف كده. يقول لك إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أعد لك الكون بما يقيم حياتك المادية، أيترك حياتك المعنوية بدون عطاء؟ يسيبك بقى تربع كده أكنه إداك الأقوات وإداك الكون ده كله مسخر لك تتنفس الهواء وإداها إيه؟ أعطاها بهندسة قيومية، هندسة عادلة، هندسة حكيمة. قال لك أنا مدتي عشان الإيه؟ الكون يستقبل الخليفة الجديد. الخليفة الجديد ده عايز مقومات حياة وعايز استبقاء إيه؟ حياة. أنا أعمل له كل الأشياء اللي هو يعوزها. استبقاء الحياة عايز أكل وشرب، واستبقاء النوع عايز أزواج يتناسلوا عشان يجي نسل يجي بعد نسل. يبقى أنا عايزين استبقاء إيه؟ استبقاء حياة واستبقاء إيه؟ واستبقاء نوع. طب استبقاء الحياة عايز القوت، والقوت دي احنا نعرفه ان هو طعام وشراب وهواء. الانسان منا يقدر يصبر عن اي واحد من هذه الاشياء قد ايه؟ يصبروا على الطعام، انا باكل ثلاث مرات في اليوم وناس تاكل مرتين وناس تاكل مرة مش كده؟ وما اكلت الشهر يمشي ولا ما يمشي؟ طب والمية
بس تقل شوية من 3 ايام ليه ل10. الله صب والهوى ولا لحظة يدوب شهيق وزفير. أم قال لك ولذلك من رحمتي إنني أمكن أن يملك إنسان قوتك وأقل منه أنه يملك ماءك، ولكن لا يملك أحد هواءك أبدا، أنه مش مأمون عليك قبل ما يرضى عليك تكون مت. إنما في المية يمكن قلبه يحن عليك، يمكن حد يعطف، يمكن تحتال أنت، يمكن تعمل مش عارف إيه. وأنا من حكمتي إنني خلقت جسمك ليستقبل مقومات فترة من الزمن تتسع للحيلة أو للعطف من الغير. فأنت تاكل والأكل ده اللي تعوزه طاقتك استنفذ، واللي ما تعوزوش نخزنه لك، يبقى شوية دهن وشوية مش عارف إيه. وبعدين بقى لما ما تلاقيش أكل تقوم المخزن بتاعك يدي لك الأول، تاخد شوية دهن. طب خلص الدهن تاخد شوية لحم، طب خلص اللحم تبقى دي العظام تديك، يبقى آخر مخزن إيه؟ العظام. ولذلك شوف ربنا لما قال على سيدنا زكريا قال إيه؟ إني وهن العظم مني، يعني آخر مخزن، آخر مخزن. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى. ومن العجيب إن المادة اللي يعزلها ربنا من طعام الزائد عشان تتكون في جسمي بما يسمى الدهنيات، حين يحتاج الجسم لها تتحول كيماويا ذاتيا إلى أي عنصر تريده. عايز حديد تبقى حديد، عايز زنيق تبقى زنيق، عايز هواء أكسجين تديكه، مين يقدر على دي بقى وهي مادة واحدة؟ الله. يبقى إذا ربنا إذا كان خلق السماء وخلق لك الأرض عشان مقومات إيه؟ مقومات مادتك، يبقى مقومات مادتك يديك دي ولا يديكش مقومات معنوياتك؟ يسيبك بقى كده تغش، ويسيبك تسرق، ويسيبك ايه، ويسيبك ترتشي، ويسيبك تشرب. لا، لازم يعمل لك بقى ايه، مقومات معانف. مقومات المعاني اللي احنا كنا زمان قلنا عليها ان ربنا عمل للناس نورين اتنين، اللي هي بيقول فيها نور على نور، الله نور السماوات والارض، يعني منورهما بالايه، الكواكب دي كلها. الله ليه؟ أم قال لك علشان مادية الإنسان ما تصطدمش بالأشياء، لأنك لو اصطدمت بأقوى منك حطمك الأقوى، ولو اصطدمت بأقل منك حطمته. يبقى لازم فيه ضوء عشان تعرف تتفادى الأشياء. أنت نايم بالليل كده وقمت عشان تروح دورة المية وما فيش نور، يمكن تصطدم بدولاب ضخم كده يروح معورك، يمكن توقع الكوبايه ولا الطقطوقه ولا مش عارف الايه انت. يبقى ان اصطدمت باقل منك تحطمه، وان اصطدمت باكبر منك ايه اللي يعصمني من الحكايه دي بقى؟ النور. اذا النور جاي عشان بتاع الشمس والقمر ده للماده. طب والقيم بقى اين هي؟ ام قال لك يبقى يعوز نور على نور. طب النور على نور دي ايه؟ يهدي الله لنوره ايه؟ وبعدين قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يبقى ده اللي هيجيب لك النور الايه. ولذلك يجي يقول لك زي ما قلت لك نور كده عشان يهديك في الماديات، أنا عملت لك ايه؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور وكتاب مبين. يبقى ده يبين دي وده ايه، وده يبين دي. يبقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات، لأن خلق السماوات والأرض دي ضمن لي مقومات إيه؟ حياتي المادية. يبقى لازم يضمن لي مقومات إيه؟ حياتي المعنوية الروحية. يبقى القرآن جاي عشان يكمل إيه؟ يكمل المقومات الإنسانية للخليفة في الأرض. ولذلك هناك كان الناس يسألوا يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الأول، خلق الإنسان علمه البيان. يقول لك الله بقى الرحمن علم القرآن يجي قبل خلق الإنسان؟ قل له إيه؟ لأن القرآن ده قانون الصيانة، قبل ما يعمل الصانع الآلة بيعمل قانون صيانته، يقول دي تروح كده ودي تتعلق على فولت كذا واوعى تعملها على كذا وحطها كذا. يبقى إذن قبل ما يخلق الإنسان يعمل له إيه؟ قانون الصيانة بتاعته، افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى مدام خلق السماء والأرض للمادة يبقى لازم يعمل نزل القرآن عشان ايه؟
عشان المعاني والإيه والقيم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. السماوات العلا، علا دي يعني جمع إيه؟ عليا عليا. احنا عندنا لما يكون في مذكر وفي مؤنث يقول هذا قائم وهذه قائمة، لكن في أفعل يقول هذا أكبر وهذه، ما أقولش أكبرة، ما جيبش التأنيث، هذا أكبر وتلك إيه كبرى. اجمع كبرى بقى تبقى إيه كبر، إنها لإحدى الإيه لإحدى الكبر. كبر يعني جمع إيه كبرى، يبقى إيه عليا جمعها إيه علا، زي كبرى جمعها إيه كبر. من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. يا سلام بقى ايه، نزل القرآن ونزل من اللي خلق السماء والأرض هو اللي نزله عشان تكتمل مقومات تكوين التكوين العالي للخليفة في الأرض. والتكوين العالي دي الصفة البارزة في إنشاء الرحمانية بقى الرحمن. ولما يقول الرحمن على العرش استوى ادت غلبة وقهر في الأولانية، ادت عطف ورحمة لأنه خلق لك الأرض والسماء والمش عارف إيه ونزل لك القرآن تبقى دي رحمانية. الرحمن على العرش استوى. طبعا احنا قلنا زمان إن كلمة الكلمات المتشابهة اللي فيها أشياء تتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى، كل صفة توجد في البشر ولها نظير في أسماء الله أو صفاته تؤخذ في إطار ليس كمثله شيء. يعني أنت موجود والله موجود، أو وجودك كوجوده، أنت تسمع والله يسمع، لكن أسمعك كسمعه. يبقى إذن كل صفة توجد في البشر ويوجد مثلها موصوف من صفات الله خذها في إطار إيه؟ ليس كمثله شيء. هو سميع سمعا خاص به، زي ما له وجود خاص به مش زي وجوده. أنت حي الآن وهو حي، أحياتك كحياته؟ يبقى إذن لما نقول كده يبقى الاستوى بتاعه غير الاستوى بتاعك. ما تفهمش الاستوى إنه يجي ويقعد كده على كرسي ولا. إنما الرحمن على العرش استوى. نشوف كلمة العرش في عرف العرب إيه هي؟ ما هي العرش؟ هي سرير الملك، السرير اللي يلمه. وهل يجلس الملك على السرير عشان يباشر أمر تدبير المملكة إلا بعد ما يستتب له الأمر؟ كذلك خلق السماء والأرض وعمل كذا ونزل القرآن، يبقى الإيه الأمور ستبت، يبقى عايزة إدارة هذا الإيه الكون، تيجي صفة القيومية. مش خلق الأشياء وسابها تعمل ميكانيكي كده وانعزل عنها، لا، لا يزال قيوما، لا يزال قيوم. ولذلك بيقول يا عبادي أناموا ملء جفونكم لأنني ما بنامش وأنا قيوم. يعني مش الحاجات خرجت من إيدي، يعني ملينا المنبه وخلاص، لا، أقدر أعطله. ولذلك جاءت المعجزات لتعطيل نواميس الإيه؟ نواميس الكون. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى هو التراب، يبقى مبلل شوية كده زي المسبخ. كلمة وما تحت الثرى دي كان يجب من أول ما نزل القرآن أن يتنبه الناس إلى أن تحت التراب أشياء يمتن الله بملكيتها. أنه يقول له ما في السماوات، طيب، وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يمتن الله بملكية إلا الشيء النفيس. وقد بينت الأيام بالاكتشافات والحفريات إن كل العالم بيرتقي يلاقي الإيه؟ يلاقي كل ذا مطمور في الأرض. عايز يعمل جرانيت يلاقيه في الجبل، عايز يجيب منجنيز يلاقيه مش عارف ايه، عايز ايه يفحط في عايز بترول يطلع البترول. يبقى ده كله تحت الثرى ولا لا؟ فكأن تحت الثرى اشياء مطمورة. كانت الآية توجب على الناس ان يتنبهوا الى ان في باطن الارض اشياء ايه نفيسة، يعتز الله بانه يقول دي ملكي، هي لي. ومدام وجبها كده السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى على حسب ذلك. ولذلك العلماء لما حبوا يبينوا هذه المسائل
قال لك الارض دي اللي انت شايفها دي هنعملها زي البطيخه تجاوز يعني، وان كانت زي البطيخه قوي يعني. هب ان واحد جاب شقه البطيخه دي تشقيق بحيث ياخد حته من محيطها عند القشر الاخضر وينزل للمركز، تطلع زي الهرم كده، مش كده تطلع زي الهرم. لو جبت اي قطعه من الارض بهذا الشكل وقارنت ما فيها من اثار ومطلوبات للحياه لوجدت ان كل قطاع يساوي القطاع الاخر، بمعنى ان الارض دي فيها زرع، خد قطاع من الزرع كده قصبة بس ونزلها كده وشوفها اعطت قد ايه، وتعالى في الصحراء وخد قطاع قدها وشوفها تعطي قد ايه، تقوم تجد ان دي هي ايه بس دي من عمل وقتها، وكل شيء عنده بمقدار، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر ايه معلوم، بس ساعة ما يجي القدر يعني. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الجهر هو أن تسمع غيرك، والسر أن تسر إلى أذن إنسان بما لا يسمعه التاني اللي جالس. وأخفى يبقى عندنا كم مرحلة للصوت؟ جهر وسر وأخفى من السر. طيب الجهر انك انت وإلى لقاء آخر إن شاء الله. من هنا يصلكم بث إذاعتنا، إذاعة منزل بوزيان FM، إذاعة الحرية والأحرار، إذاعتنا إذاعتكم.